فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا أتكاسل عن فعل بعض المستحبات أو السنن المؤكدة كصلاة الوتر، فأقسم على نفسي بالله أن أصلي الوتر هذه الليلة إلزاما لنفسي، فهل هذا الفعل جائز ومشروع؟ أي نعم، يلزمك. إذا أقسمت بالله يلزمك باليمين، يلزمك أن تبر بيمينك، فإن لم تفعل فعليك كفارة يمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.